اوكي دائما ننسى الترتيب. يس حنين، what was your example على on the long نسرين e؟ yeah أو لين. leave. yes excellent. yes so all your examples are right, so we can use the I plus two dots to transcribe the words that you all said. And هنا مثل P, B, key, feet, teeth, deep, appeared, clear, etc. كل الكلمات اللي قلتوها، كلمة weak، هنا أنا بعض الطلاب شاركوا بالتعليقات، كلمة weak, B, C, feel, C. Okay, all of these are مثلا كلمة C، شلون نريد نسوي لها transcription؟ هالشكل، نحط خط، بعدين S، صوت ال S، بعدين I، بعدين نقطتين. نرجع نحط خط الثاني. هذا مثال او ترانسكريبشن لكلمة سي. كذلك طبعا هاي الاي ممكن نفسها تكتبوها بهالطريقة او ممكن تكتبوها الاي السمول، طبعا من نكتبها يعني هاي الاي بس صغرون حجمها. شوفوا هاي الاي اللي هي بها خط من فوق وخط من جوا، لكن نصغر حجمها شوية. كلمة فيس، keep, perceive, yes or receive. هذا نكلهن نكتبهن باستخدام صوت ال E. خلينا نقول هذا أقرب vowel لل cardinal vowel اللي هو ال E. طبعا ال E إذا تذكرون ال E هنا يتكون اللي هو أكثر واحد. إذا تذكرون ال cardinal vowels E يكون كلش أعلى واحد اللي هو رقم واحد، يكون كلش كلوز وكذلك كلش فرونت، وبعدين يجي من بعده ال يا صوت يجي من بعده اعتقد الشورت اي او ال الفتحة ال هنا تجي، وبعدين تجي الشوا الى اخره. فهذا هو اقرب صوت للكاردينال باولز اللي هو صوت ال A. إذا بتلاحظون هذا هنا أنا موجود بصف صوت ال cardinal vowel اللي هو بس I. شوفوا هنا أنا كتبة I طويلة بصفها نقطتين، ثلاثة بالمجروب صفها نقطتين، A مثل ال A اللي نكتبها بالكتابة الإنجليزية إحنا بخط اليد صفها نقطتين، ال O هاي تصير نص O يعني نص دائرة مفتوحة صفها نقطتين تمام، وال U اللي هو حرف ال U، ال U موجود بصوت ال U ايضا حرف اليو بصفه نقطتين، صار عندي صوت الاو تمام. هسه اخذنا الاي اكزامبل عليه، اخذنا هواي اكزامبلز طبعا. اقول انه this vowel is nearer to cardinal vowel number one اللي هو اي. it is closer and more prone. شنو الفرق بيناتهم؟ انه هو closer and more prone، هذا فقط للتوضيح. اذا عندنا نشوف هنا عندنا كلمة fit بين fish، هاي إذا لفظناها ويا صوت ال E هذا الكاردينال مو شورت فاول، خلي ببالنا الشورت فاول. طبعا احنا هذه الكلمات نلفظها ويا شورت فاولز، يعني نقول pid pin fish. هذا الكاردينال شوية يصير أطول من الشورت فاول تمام. although the tongue shape is not much different from the cardinal vowel number one, the lips are only slightly separate and this result is rather different vowel quality. شنو الفرق بين الشورت اي واللونج اي؟ الفرق انه يقول اللسان التانج شيب مو كلش مختلف، it is not much different، لكن اللبس هنا باللونج اي يكونن سيبريت اكثر، سلايتلي سيبريت اكثر من الشورت اي. يعني اذا نقول اي 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 تلاحظون الشفاه تتجه الى الجانبين وكانما هذا نبتسم. This is the long e. اعتقد واضح. هسه ناخذ صوتين اخرين اللي هو متابعين احمد البشير، شايفين احمد البشير شلون يحشش على اياد علاوي ويخلي صوت ال دائما بالتعليق من يحكي اياد علاوي يكتب له صوت ال اللي هو بهذه الطريقة. هاي شوفون هاي صوت ال A هو نفسه الثلاثة بصفين نقطتين، هذا هو صوت ال A. إذا نحط له
السلاشز اللي هن معروف هن سلاشز يعني. هذا هو صوت الا، دشوفهم كتبت لكم اياه. هذا صوت الا. شلون من عندنا hesitation we are hesitating or we are putting hesitation marks through our speaking or inside our speaking we use the sound. لما نفكر او نحاول نسرق وقت للتفكير اثناء الكلام دائما ندخل صوت الا بالكلام، تمام؟ like incur okay ما. تمام. مثل موجود في صوت pad pad fern purse purse وكثير من الأمثلة الأخرى. ممكن تعطوني أمثلة؟ I need examples from you guys on the sound. Sir okay purse this is from the okay thank you no fern fern pose لا pose لا يا هاشم سعد هاي pose okay fern hair here لا here لا here راح نجي هناخذها مريم راح ناخذها كديسونت بمعنى here okay perchipped head word لا الword لا الword بال short o العفو long o word okay ما جاي لحق على تعليقاتكم عشان تديكم yes we have هسه صار اعتقد واضح ايضا عندنا fan learn مثال كلش قوي احسنت يا احمد وكذلك عندنا زينة fan عبد الله قال word ما اعتقد word girl yes girl اللي هي long o long a العفو long a اللي هي الشوا seed السيد هاي هبة كلمة seed بال long e اللي هو اللي الصوت اللي اخذناه قبل شوية seed okay arm هو long a فهنا عندنا هذا يعني مو long a arm long a تمام here هذا diphthong راح نجي بعد شوية yes لا yes short vowel اللي هو صوت ال a dead الdead هنا short vowel اللي هو e نكتبها بهذه الطريقة اللغة بتحول العربي كلمة دت تصير لها transcription بهذه الطريقة اللي هي دت السلاش الأول أوكي نسينا أيد بدينا شوية ننحرف عن صوت ال A ال A هنا نصو هذا diphthong أوكي sound لا هذا diphthong friend لا ما بي long شوى her yes right purse right وكذلك card لا card long A الباث أيضا short A path هي path ask short A plum لا earth صحيح sear okay ما أعرف هذه الكلمة شنو معنى كلمة sear مريم حيدر C E A R fern pia diphthong راح نجي later enter لا ما بيها بيها short a وشوا بالنهاية ما بيها spa لا ما بيها بيها short a بالنهاية او ممكن تكون اذا بال connected speech ممكن يكون شوا yes نكتفي من الامثلة عموما اعتقد صار واضح لكم اللي هو صوت ال اللي ما بي صوت عله واضح
اللي هو لا هو ولا هو ولا هو لا هو فتحة ولا هو كسرة ولا هو ضمة ولا هو من الألف ولا من الياء ولا من الواو، يعني ما قريب إلى أحد هذه الأصوات، ولذلك صوت الـ إ هو خلي أقرب شيء مثال إله، خلي إي آر يعني hesitations يعني تردد، لما نتردد شو نقول؟ نقول هو هذا هو صوت الثلاثة بصفة نقطتين. We move to اللي هو long اللي يصير في نهاية الحرف، مثل ما قلت لكم back of the tongue. ال back of the tongue هي اللي تتقعر بالآ، بالتالي عندنا الآ هو open vowel اللي هو جدا جدا open vowel، أكثر واحد بيهم يعتبر open. Example words مثل كلمة card, half, pass. طبعا شوفوا هذا اللي يخلي اللغة الإنجليزية مختلفة عن اللغة العربية أو تكون أثقل بالنطق، اللي هو صوت الـ آ. دائما الكلمات اللي بيها آ مثل كلمة car شكرا يا شهد، و half نور، card هبة. yes هذين الكلمات النطق بهن، يعني احنا مثلا كلمة فا أنا من أريد أنطقها بالعربية أقول فا فا، لكن بالإنجليزي فا فا، صارت عندي صوت من نهاية الفم. فهنا احنا ننطق دائما باستخدام الشورت آ باللغة العربية، لكن باللغة الإنجليزية we use long آ sometimes in some words. okay so we have different vowels that are short a and long a. short a long a هذين اكثر صوتين لما كنت بعمركم واجه صعوبه بتعلمهن لشده قروبهن، وكذلك يعني ما اخذناهن بنفس النطق الصحيح، او احتاج من عندنا تدرب هوايه حتى نتعلمهن. لكن بالحقيقه هن سهلات اذا شويه تدربون عليهن، باعتبار انه انا دا اساعدكم بالموضوع فممكن تتعلموهن بكل بساطة. كلمة star, pass, grant. grant اعتقد short a grant ما بها ثقل. pass far sad sad short a يا هاشم. path card lark park okay شوفوا دائما الصوت الـ long a تيجي من بعد a بالسبيلنج، هاي هي شيء مجرد شنو خلينا نقول فد هنت او فد يعني معلومة غير مدروسة علميا، بس حتى نساعد الطلبة انه يستخدمون صوت الـ a او يعرفون ايش وقت ممكن يستخدمون صوت الـ a. الكلمات اللي بيها ar مثل كلمة car او دائما يكون الصوت بيها a long a، ليش؟ لانه ال r ما تلفظ في ال received pronunciation، بالتالي ال a هنا ال a يصير طويل مقارنة ب او ياخذ الحيز مال صوت ال r. تمام، يعني بدل ما نقول card in American accent we say card in a British accent. تمام، واضح؟ فممكن تستفادون منها as as something like you can get something from. This is an open vowel in the region of cardinal vowel number 5 اللي هو الـ A اللي موجود هنا. شوفوا 1 2 3 4 5، يعني هذا الـ A long A موجود في موقع الـ cardinal vowel رقم 5، حتى متيح عليكم شنو يعني cardinal vowel رقم 5. Okay this is the lips position is neutral. طبعا للـ A sound الـ lips لا هن مفتوحات ولا هن separate ولا هن مدورات. احنا قلنا شكل الشفاه ممكن يكون ثلاث حالات، يا ما يكون separate، يا ما يكون rounded، يا ما يكون neutral. يعني neutral انه يكون عادي مجرد بس اكو فتحة بالفم بس ماكو اي شكل محدد للشفاه. هنا أنا the position of the lips in neutral. أعتقد هبة سألت قالت إذا موقع أو شكل الشفاه مهم في تكوين الصوت، أعتقد إيه، لأنه ممكن تتحسسون أو ممكن تلفظون الصوت وتستفادون، يعني ممكن تجيكم أسئلة صح غلط، مثلا أقول لكم the lips position is neutral in pronouncing a sound، هنا راح تقولون صح أو خطأ، يعني
أسئلة بسيطة راح نعتبرها. فالنيوترال يعني يكون مجرد مفتوح للفم بدون ما يكون شكله separate يعني مثل كأنه واحد يبتسم، والراوندد إنه يكون شكله مدور. أو راح ناخذ الفاول الخامس اللي هو أو like in board, chon, horse, horse. حتى ما تنسون كلمة horse. Okay, give me your own examples on the O sound. O اللي هو طابة. Door, very good. Sword, pole, pole, good. Two, لا التو بالأو يوصفها نقطتين. Car, very good. More, طبعا الأو sound تلقوا دائما ويا الأو letter. والأو sound تلقوا ويا او letter او الدبل او، تمام. جوك، اوكي جوك اعتقد شورت او. سنو، very good. فود، لا فود فود باللونج او وليس الاو. جود، لا شورت او. جود جود شورت او ضمه، تمام. اول، very good excellent. بول، very good excellent. Put لا short u. move short او العفو long u. sport good. Also good. Good example. Word yes. Word اعتقد short o. word okay. book short u. pool long u. pool okay. لو طلاب ارجع اقول لكم الفرق بين الاو والاو. او طوبه، او طوبه، طوبه طوبه. فلما نلفظون الكلمه مثلا من نقول كلمه فود، فود ان نلفظها بنفس طريقه طوبه لو نلفظها بنفس طريقه طوبه. هنا حاولوا تقارنون بين الكلمه اللي تنطوها كمثال والصوت اللي نلفظه، يعني صوت الاو وصوت الأو. أو أو الأو يكون close أكثر من صوت الأو، تمام. والشفاه تكون أكثر rounded من صوت الأو. شكل الشفاه تكون مدورة بشكل بسيط بصوت الأو، لكن مدورة جدا بصوت الأو. مول، very good يا هاشم سعد. طبعا بعض البوت، لا البوت short أو. كوت، good. فول، فول لا لونج او. بشكل يعني بطريقة مبسطة. اوكي وقفوا الامثلة الان وركزوا وياي. كود جود شهد، كود حنين، جود بول. وقفوا الامثلة طلاب. ركزوا وياي. الاو والاو، طابة طوبة، طابة طوبة. الأو والأو، هذا الأو اللي هي مثل الضمة، والأو اللي هي مثل كلمة طوبة لكن ضعيفة أو قصيرة جدا. يعني شفت هواي لاحظت إنه عندكم في المزج أو الكلمات اللي قلتوها مزج ما بين هذين الأصوات الأربعة اللي هن أو 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 أو. شوفوا شلون نلفظهن. أو 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 أو. أوكي أور، الكلمة أور لا أور اللي هي عبارة عن ترايفون، فنجيها لاحقا. ننتقل للصوت الآخر. شوفوا هنا أنا شنو الفرق. يقول إنها this is between the cat and vowels number 6 and 7 اللي هو أو short أو والأو، تمام. And closer to بين short O والشوية O الأطول منه. And closer to the later وأكون أقرب للرقم 7. هذا بالمخططة معكم، هذا الكلام مطلوب منكم مجرد للفهم. This vowel is almost fully packed and has a quite strong lip rounded. Quite strong lip rounding. تلاحظون يعني انه يبين شكل الشفاه. كل احنا اذا نقول او هسه نلاحظ انه الشفاه صارت مدوره، تمام. So
So this is a quite strong lip rounding. Okay. وإذا نجي الصوت الأو راح نلاحظ إنه اللبس تكون مدورة أكثر. زين صوت الأو أو أو أو. نرجع إلى صوت الأو اللي هو مثل كلمة food, soon, lose. لاحظوا الفرق بين بين كلمة horse and lose باعتبار أن اثنيناتهم انتهوا بالاس. horse and lose. horse, lose. لاحظوا الفرق بيناتهم انه الاولى هو صوت الاو والثانية هي صوت الاو. احنا صوت الاو ما موجود عندنا, موجود فقط في بعض اللهجات ولذلك نواجه صعوبة شوية في اللغة. The nearest cardinal vowel to this is number 8 اللي هو الاو. But PPC O is much less packed and less close. هنا على المخطط انه يقول شوية اقرب وكذلك اقل مسافة ما من صوت الشورت O او الكاردينال فاول O. زين the lips or the lip position is شنو are the lips are only moderately rounded. Are only moderately rounded. تمام هذا الفرق بين صوت الأو والأو. هنا أنا ممكن أجيب لكم شكل الشفاه كصح وغلط فلازم شوية نركز عليها في نطق الأصوات الـ vowel long vowels. look full new لا new لا okay short أو. زين new new لا صحيحة new yes بها صوت الياء while long O. Yes. Soon. Cube. Cube. Huge. Rude. Rude. Back. لا. Back. لا. Look. Look. Short O. Do. Do. Mood. Food. Few. Glue. Hood. Two. Very good. Pool. لاحظوا أن صوت الأو كلش هواية. Phone. لا. كلمة phone. اللي هي long O. اللي خدناها قبل شوية يا بنين. اوكي. يو جون يس جود. مون فود كول. نون فود. سوب شوت فود. بوك لا بوك لا بوك شورت او. اوكي بوك بوك الاو كلش قصيرة هنا كأنه ما ضمه. شوت فروت سون شورت. اوكي هاي شوت كفعل لكن اذا ناخذها كاسم شات تصير short O. okay. could, root, crew. لحد الآن أمثلتكم على صوت الأو جدا ممتازة وهذا يدل على شيء فإنه يدل على إنه صوت الأو موجود باللهجة مالتنا كل إحنا كأغلبية هنا ولذلك ما واجهنا أي صعوبة بالمقارنة واللفظ. so till now is it clear the long vowels? Is it clear? Long vowels لحد الآن واضحات. Love, this is the last year that you study phonetics and phonology, and I hope, I personally hope that you will get something from me before you're passing to next year or to next level. So, view new university. University university الأخيرة المثال ضعيف uni uni okay بها short u okay university. then cool yes Ali thank you. till now clear. till now is it clear everything concerning long vowels and short vowels. لحد الآن صار عندنا في التمييز ما بين short vowels اللي هن الفاولات القصيرة اللي هن مثل الفتحة والضمة والكسرة وتدرجات خلينا نقول و and we have long vowels اللي هنا خمسة اللي ناخذهن بالتسلسل اللي هنا بداية من ال E اللي هو على واحد E بعدين ناخذ A A O U E turn your microphone off and لا بالعكس فتحوا لي المايكات وقولوهم سوا. اوكي
So repeat after me. راح احفظهن وتلفون من بعدي. E. E. Good. E. ياريت لو شوية كلنا سوا حتى ألاحظ الاختلاف في النطق. Yes. E. E. لا مو واحد واحد شباب على مود تفهم. يس هبة جود قلتيها صح. اللي هي تكون تحسوها طالعة من نهاية الفم. يس محمد صحيح. زين هسه اريد افرق بين الا والا اللي هي يعني اكثر شيء واجهت صعوبة بيها. شوفوا اللسان شلون يرجع من نقولهن سوية. يس علي تركي do you want to participate؟ اوكي مروة محمد your mic is on. Yes. Yes. Say good. Abdullah. Muhammad Mansour. لا ما لاحظت فرق. Again. ما لاحظت فرق بعد مرة خلي انطقها اني وبعدين حاول ترددها من بعدي. Yes now it's good. كون من نحاول ننطق الفرق نحس بتحرك اللسان او شلون اللسان نطقنا الصوت في البداية شوي لقدام واللي هو الفرونت ارتفعت بعدين النهاية راح تبدي ترتفع او العفو تبدي تتقعر. فهنا نش نقول الآ تطلع من نهاية الفم اللي هي الآ طويلة. So till now عندنا الآ والأو خلينا نسمعها نكملهم. الإي والآ أعتقد واضحة جدا. الآ بالتدريب راح يكون أوضح عندكم. هسا ننتقل والأو أيضا راح أتوقع إنه يكون عندكم واضح جدا. هسا نريد نقول who would like to participate? Muhammad. Yes, Muhammad, go ahead. راح أسوي المشاركة أكثر متعة أني نخلي مثالين واحد بصوت الأو الأول والثاني بصوت الأو. طوني مثالين واحد بي أو واحد بي أو. مثلا كلمة تو and food. تو food. أو أو تو food. Yes. تو food. تو food. Yes هبة thank you. أو Ooh. Yes, Fatma. Work cool. Work cool. Work cool. Yes, good. Again. Yes. Yes. Yes, miss. Yes, go ahead. Fall soon. Fall soon. أو ممكن نقول fall fool. Fall, yes, but fall, يعني أحمق, no, idiot. So, fall, fool, very good. Yes, thank you. أمثلة مقاربة, نفس ال... Yes, Mr. Khan. Yes, Muhammad. Ball, pool. Ball, pool, very good. Ball, pool. Excellent, yeah, Muhammad. So that's I think that's fairly enough for pronouncing long vowels. We had E, E, A, O, U. Let's now move to another part of this lecture, which is the diphthongs. Diphthongs 3.2. I don't know which page in your books
diphthongs, شنو يعني diphthongs؟ diphthongs يعني الأصوات الثنائية. So when we have a diphthong, we have a glide from one sound to another, from one vowel to another vowel. الجلايد يعني شنو؟ يعني صار عندي انزلاق صوتين لفظتهم سوية، لكن الانزلاق صار جدا أو الانتقال من صوت إلى آخر كلش متقارب، بحيث ما أقدر أميز إذا كانوا هذول صوتين أو هما عبارة عن صوت واحد. ولذلك إجوا الديفثونغز وقسموهم إلى ثلاث مجاميع. They classify the diphthong into three groups: centering and closing. Centering اللي هي مجموعة ال ending with schwa ايا والكلوزنج اللي تنقسم من مجموعتين، مجموعة تنتهي بالشورت اي والمجموعة الأخرى تنتهي بالشورت او. PBC pronunciation has a large number of diphthongs. عندها أكثر diphthongs من الديفثونجز اللي we have listed them here. PBC pronunciation, okay? Sounds which consist of a movement or glide from one vowel to another. What is meant by diphthong? شنو يعني diphthong؟ Diphthongs هذا تعريفها. Sounds which consist of a movement حركة or a glide أو انزلاق أو خلينا نقول انتقالة سريعة from one vowel to another من vowel إلى آخر. A vowel which remains constant and does not glide is called a pure vowel. ال vowel اللي ما يصير بانتقال اللي هو ال vowel الثاني عادة نسميه شنو؟ pure vowel. هو pure vowel أعتقد واضحة الكلمة. Diphthongs تقسم إلى centering و closing. Centering شنو يعني centering؟ يعني في منتصف اللسان، تمام؟ closing يعني شنو؟ يعني اللسان يصعد إلى سقف الفم اللي هو باستخدام صوتي ال U. احنا ذكرنا قبل شوية قلنا long U يجي كلش عالي كلش close، وكذلك long E يجي كلش close، فهذين نسميهن closing. يعني هاي معنى كلمة closing إذا البعض يواجه صعوبة في فهمها. So centering يعني منتصف اللسان، closing يعني اللسان عالي قريب من سطح الفم، تمام؟ Centering اللي هن مجموعة الأولى ending with schwa تنتهي ويا هذا مثل صوت الستة، تمام؟ مثل رسمة رقم الستة بشوا اللي هو بهالطريقة يرسم، تمام؟ الشوا اللي هن إيه صوت الإي ينزلق، الشورت إي ينزلق للشوا، والفتحة صوت الأ ينزلق للشوا أيا أ. طبعا هنا هذا كل شيء يشبه اللونج شوا، يشبه هذا الثلاثة اليمة نقطتين، تمام؟ وعندنا صوت الأو ينتقل، الضمة تنتقل للشوا، يصير انزلاق أو انتقالة سريعة بين هذين الصوتين اللي هو أوا إيا إيا أوا. طبعا هنا صوت الأيا أنا أحط بالإنسيرشن لصوت الياء اللي هو حرف صحيح أو صوت صحيح حتى يسهل النطق مالته، لكن هو بالحقيقة ينطق ك أ أ يشبه صوت الثلاثة يما نقطتين اللونج شوا إذا تذكرون شرحناه قبل شوية. زين إيا إيا أوا. الكلوزنج تنقسم إلى مجموعتين، مجموعة فرونت اللي هي تنتهي بالإي، ومجموعة شنو؟ باك تنتهي بالأو. الفرونت يعني مقدمة اللسان، والباك اللي هي نهاية اللسان. الفرونت اللي هي ending with E with short E ويا الكسرة تنتهي اللي هن A و I. I اللي هي بالضبط كلمة I E Y E اللي هي عين، اوكي؟ نفس الصوت، يعني إذا أريد نسويها transcription نكتب فقط I، فقط هذا الصوت اللي هي عبارة عن صوت واحد، كلمة I عبارة عن صوت واحد، تمام؟ اللي هو diphthong I. A اللي هو بالضبط مثل الألفابتك A، حرف ال A letter A أول واحد بال A B C D، تمام؟ بالألفابت A اللي هي الرسمة فتحة كسرة صارت عندنا A، وبعدين I I، وبعدين I I اللي هو O short O تنتقل للشورت E I. كل احنا familiar with the sound I، مو خاصة من بعض الطلاب أو بعض ما يحشش على بعض الآخر، أوكي.
We have the last group, which is pack ending with pack closing ending with u sound. اللي هي شوا ending with u. اللي شوا وياها ضمر صارت او او. وعندنا صوت ال او او. هسه المحاضرة بدها تسجل ما نقدر يعني نسويها فوني او. نستخدم صوت ال او. شايفين بيبياتنا واجدادنا وفهاتنا وامهاتنا من يقولون اون او شو اسمه. اوكي فالاو موجود عندنا لكن صوت الاو اللي هو موجود في كلمة جو جو. طبعا اللي يقولون جو يعني اللغة مالتهم تكون عادية لكن كلمة جو جو تبين اكسنت اكثر يعني تبين بها لهجة او لكنة اكثر. ولذلك احنا اللي يحكي باللكنة او يحكي باللهجة شو نقول نقول كذا نعفل علينا الانجليزي مالتك مختلف. فمثلا كلمة go go اللي هي جي او اللي هي كلمة او اكثر شيء اوتش يقولون مو او اوتش. اوكي باستخدام صوت الاو. اوكي الثاني اوتش او اللي هي مثل اني اقرب مثال هسه يخطر ببالي كلمة go go let's go اكثر من ما نقول let's go let's go. الجو هنا صارت ضعيفة مو accent language لكن اذا قلنا let's go let's go صوت الاو استخدمنا صوت الاو الصحة للصحة بالامريكان accent وكذلك البريتش accent اثنيناتهم يستخدمون صوت الاو في كلمة go. ولذلك اذا نقول go ويا اللونج او اللي هي النص دارين نقطتين صار عندنا لفظ خاطئ. فنحاول من وجاي نقول اللي ما يقولها طبعا اللي ما يستخدم كلمة go نحاول نستخدم كلمة go بدل من كلمة go. اوكي go let's go. هذني كو بوي لا بوي لا يا هبة. البوي اللي هي اوي صوت الاوي اللي هو موجود بالمجموعة الثانية. اوكي اوي وليس بالمجموعة الاخيرة. ينتهي بالشورت اي. زين هذين الديفثونجز اللي هنا اشقل عددهن امامكم ثمانية. اي اي او اي 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 او او نحاول نرفضهن. اي اي او اي 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 او او again اي اي او اي 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 او او what hat. Is the difference between these sounds clear to you guys? Phone 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 اعتقد باللونج او رويدة. though اللي هو صوت الاو very good. كو 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 لا يا زيد كو باللونج او كو لا again يا زيد باللونج او تمام. out اللي هو صوت الاو او. sure sure اللي هو صوت الاو. اوكي لا شور لا مو صوت الاو صوت اللونج او. شو شور اوكي شور لونج او اللي هي اليو يمها نقطتين. بوي صوت الاي. سنو 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 باللونج او خذناه سابقا بالامثله اللونج او. نويز اي صوت الاي في كلمه نويز. تو هاي يعني اثنين لو تقصد بها غير شيء. اوكي تي او دبليو تو. اوكي تو. day a i اللي هو صوت ال i. داي اوكي وير وير اللي هو لونج اي لا الوير خطا. واي صوت ال i. كو صوت ال او لا خطا ال او تمام. لحد الان
هذا اللي اللونج او الدفثونج صارت واضحة لكم شلون اكو صوتين اللي هو مجموعة تنتهي بالشوا ومجموعة تنتهي بالكسرة ومجموعة تنتهي بالضمة. المجموعة تنتهي بالشوا اللي هن ايا ايا اوا، المجموعة اللي تنتهي بالكسرة اللي هن اي اي اوي اي اي اوي، والمجموعة الاخيرة اللي تنتهي بالضمة او الشورت او، يعني الشورت اي اسميها كسرة والشورت او اسميها ضمة، تمام، اللي هن او و او او و او. بس هتخلص المحاضرة عبد الله. نيو very good. بثلاثة ونص دكتورة. أوكي. صار لنا 8 دقائق دخلنا يعني وقت اضافي، راح تعطينا درجة على الوقت الاضافي. بس هتبدي المحاضرة اللاحقة. بالاربعة. تمام. يعني احنا عندنا عندكم 45 دقيقة. خلص خدنا من عندكم 10 دقائق، يعني نخليها 4 إلى 3 محاضرتنا تنتهي بالمحاضرات القادمة ان شاء الله، مو 3 ونص، لانه المحاضرة 45 دقيقة وليست ساعة، يعني استراحتكم مو نص ساعة راح تكون وانما 20 دقيقة. المحاضرة تبدأ بالخمسة ونص مو بالاربعة. بس خلي اتأكد من الجدول اذا ممكن. اوكي يلا عبد الله ننتظرك. دكتورة عندنا محاضرة الشعر ديابوتري الساعة 5:30 تبدي. Just wait for minute for 1 minute please. خلينا نشيك. صار معلوم دكتورة سمعتيني؟ نعم نعم. عندكم بالساعة 3:15 تبدي المحاضرة الثانية مال الصوت. تنتهي بالأربعة. أستاذ أحمد ما عندكم، يعني عندكم رست، ما ممكن نتعدى على الرست، لأنه المفروض عندكم بالأربعة تنتهي المحاضرة. عموما 4 إلى 3 من ناو جاي، 4 إلى 3، خاف أني مندمجة بالكلام مندمجة بالمحاضرات. يا ريت يا عبد الله إنه تبلغني وقت المحاضرة انتهى حتى